الجزائر الجديدة بين التعديل الدستوري وتغيير الذهنيات موضوع نقاش في حلقة اليوم من برنامج في المزاد. دكتورة عابر، قبل قليل توقفنا مع الأستاذ علي البيج تكملة اللي في نفس النهج، يعني تقريبا المتفق عليه أن المشرع في الجزائر عادة ما يترك ثغرات في عملية وضع الدستور، وهذه الثغرات يتركها للطوارئ فقط وتشكل بذلك استثناء. لكن في الجزائر يعني الآن تقريبا أصبحت الثغرات هذه أصبحت قاعدة، تحولت من استثناء وأصبحت قاعدة، كل دستور مليء بالثغرات. مبدئيا الدستور هو مجموعة من المبادئ. نعم. يعني حتى كاين دول ما يكتبوش الدستور، الحق في الحياة، الحق في الحرية، دين الدولة، هذه مبادئ يعني ما تحتاجش متعارف عليها. يعني حتى المعروف أن الدستور هو سياسة وليس صياغة. نعم. تبقى الأمور الإجرائية مجال صلاحياتها هو القانون، القوانين العضوية، التشريع بكل أنواعه. صحيح. لما يتحول الدستور إلى يعني إلى وضع قواعد أو يتضمن قواعد وصفة. إلى وصفة، إلى وضع قواعد. نعم. إجرائية خرج عن صبغة الدستور. صحيح. الذي يعني المبادئ، لذلك نشوف هذا التعديل المتكرر. ومع ذلك نقول باللي هذا النوع من المواد هو مقصودة، ما نظنش أنه دستور يقوم عليه مجموعة من الخبراء أو عدد كبير من الخبراء يعني عن هفوا يقوموا بهذا. طيب لماذا مقصوده؟ لكن في بعض الاحيان استاذ، في بعض الاحيان كاين واحد الاستثناءات، واحد الظروف تحدث على ارض الواقع. مثلا انا اليوم ندرس ماده مؤسسات سياسيه، تكلمنا على الدستور 63 لا يتكلم على حاله الطوارئ. نعم. ما فيش في الدستور، ما فيش في الدستور 63 يتكلموا على حاله الطوارئ. طيب وخطا كما هذا لا مش خطا، خطا في الدستور، في الدستور 76. نعم. لانه الظروف ساعد عند المشرع. نعم. الان فيه الان حاله استثنائيه حدثت في الجزائر وهو الحراك. نعم. هذا الذي استمر لهذه الاشهر ووضعنا في حاله منا ما عندناش اطار قانوني يعالجه. نعم. الان مشرع راح يوضع هذه الظاهره في قابل الايام، لانه في بعض الاحيان تحدث، ولكن في المقابل هناك بعض صياغة المواد تساغ بطريقة هلامية غامضة، أو تترك كما قال سعيد المجال للمشرع في الحالات الاستثنائية أنه يعرف يراوغ، عنده مكان، عنده مجال للمراوغة. نعم. دكتور. نعم. علي، ألا ترى معي أن مطالب الحراك تستدعي في تغيير الدستور الحالي في بعض التعديلات أن تراعي مطالب الحراك؟ لا بد أن تراعي مطالب الحراك. ضروري. لابد أن تراعيها. ضروري. ضروري. لحتى تتماشى مع مطالب الحراك لابد أن تعلن. لأنه أستاذ، اسمح لي أستاذ عابر. تفضل تفضل. الكريمة. شوف علاش، لأنه هو وعد بأن يكون نظام أو تغيير جذري للنظام السياسي، والتغيير الجذري للنظام السياسي أنت معناها تعديل معمق عميق. إحنا الآن سندخل للتاريخ في 2019، سنصبح مثل ما قلنا دستور 89، سنكون في بعد نؤرخ بدستور 2019. لماذا؟ لأنه 2020. نعم. فسيكون هنالك دستور جزائري جديد يؤسس لدولة جديدة أو لمسار جديد، يتحول إلى مرجعية. دكتور علي البيج، ضروري، لأنه. نعم. سيمس عمق مؤسسات الدولة، خاصة في مسألة الحقوق والحريات والفصل بين السلطات. وإذا لم يحدث هذا التغيير العميق ما درنا ولا شيء. صحيح. وكأنه الدستور الآخر، الدستور الماضي هو اللي يستمر. الآن هذا الدستور، لأنه مسألة الآن صياغة هذا الدستور تاع 2020 يجب أن يتضمن في طياته مطالب الحراك. الحراك يجب أن يتضمن في طياته المواد والأحكام والمبادئ التي تعمل للإصلاح السياسي، لأننا نعاني اختلالات. نعم. كبيرة. وأعتقد إذا كان وافقنا الدكتور علي البيج، أعتقد أنه هذا هو المبتغى والمقصود من طرف صاحب القرار، وإلا كيف نفسر أنه من مجموع أعضاء لجنة الخبراء المكلفة بإعداد الدستور نحصي 12 بروفيسور في القانون؟ لا، ولكن سعيد هنا نحب نصحح نقطة على لسان الناطق الرسمي باسم هذه اللجنة، هو البروفيسور العقول. نعم. قال أننا لسنا مجلس تأسيسي. صحيح. وهذه واش معناتها؟ معناتها في هذا المجلس اللي هو هذه لجنة الخبراء ماشي هي اللي راح تصيغ الدستور الآن وتعطيه لنا نروحوا به الاستفتاء. لا، هي راح تكون إطار وقاعدة استشارة موسعة مع كل أطراف، سيتم التعامل معهم، سيتم الاستماع. نعم. ثم ينشرع في مسألة الصياغة. هنا
مسألة الصياغة وكتابة المادة أكيد ستوكل للخبراء في الدستور حتى لا نقع في مسألة التأويلات، لأن قد تصيغ مادة في الدستور تكون غامضة تحتمل أكثر من قراءة وأكثر من تأويل. صحيح. هنا دور الخبراء، ولكن ولكن بالاستئناس بأساتذة العلوم السياسية، لأننا هذا الدستور هو يؤسس لماذا؟ يؤسس لنظام سياسي. هذا النظام السياسي يجب على هذه اللجنة الخبراء أن تنفتح على كذلك أساتذة علم الاجتماع السياسي، علم النفس، علم الاقتصاد. إذن هنا أمام مشروع دولة، مشروع دولة. بمعنى دكتور توسيع الاستشارة لعدة قطاعات واختصاصات ضروري. لماذا؟ لأننا نحن مقبلون في الآونة المقبلة على تحديات ورهانات داخلية وخارجية. صحيح. هذه هي القضية. صحيح. صحيح. وبالتالي أن توسيع الاستشارة والموازاة مع استدعاء لجنة الصياغة، استدعاء الشخصيات الوطنية للحوار ورؤساء في نفس الوقت. وفي نفس الوقت وهذا مما يؤدي إلى إن شاء الله إلى أفق مشرق لنا جميعا. طيب دكتور عابر، بهذه المعطيات التي نتحدث عنها الآن والتي تحدث عنها الدكتور علي ربيج، هل يمكن أن نتحدث عن المهام الموكلة للجنة الخبراء التي كلفها الرئيس؟ ما هي المهام المسندة له؟ 1، 2، 3 بوضوح. نقدر نقول أن هذه الهيئة أو هذه اللجنة مهامها أساسا هي لن تقوم بعملية الصياغة مباشرة بمجرد الاتفاق مع 17 عضو، وإنما العمل سيكون مفتوح. هذه الهيئة ستقوم بتوزيع العمل مبدئيا على عدة لجان، وستستقبل كل المقترحات مع إشراك. المقترحات هذه منين تجي؟ المقترحات هذه تجي من مثلا من الشخصيات اللي راه يستقبل فيها الرئيس او من اطراف اخرى، الاحزاب السياسية، المجتمع المدني، الخبراء، كل اطياف المجتمع يجب ان تشارك وتقدم المقترحات لهذه اللجنة. هي تعمل على تقسيم العمل حتى يمكن اخراج مسودة تقدم الى البرلمان. لكن في العملية في حد ذاتها نظن أنها ستهتم بداية بالنقائص ومواطن إحصاء النقائص الموجودة التي واجهت العمل السياسي في المرحلة السابقة، مثل قانون الفساد، الحصانة النيابية، صلاحية رئيس الجمهورية، قانون الأحزاب السياسية باعتباره قانون عضوي، يعني نأمل المجالس الاستشارية. هو في الحقيقة يعني الدكتور عابر، يعني الآن الدستور الحالي حتى لا نتجنى عليه، يعني تقريبا ما عدا المبادئ الثابتة تقريبا كل نقائص وعيوب، يعني بحاجة إلى تغيير جذري. يعني لا يا أستاذ، لا، هذا يعني كنا نسمع على المغالطات. دستور 1996 من أحسن الدساتير. ولكن تريد عليه تعديلات؟ أريد عليه، أدخلت عليه تعديلات كثيرة. أنا أتحدث عن الدستور الحالي. مسألة العهودات أستاذ، في 2008 لما الرئيس السابق افتح ما يسمى ب هذا العهد. دخلنا الدستور 96 كان دستور لا، خلينا نخرج من الدستور الان. احنا نسير بدستور اخر غير دستور 96، سلسله التعديلات التي تم التي تبنيها في 2002-2008 حتى 2016. هذه ولو أنه يعني تعديلات 2016 يعني كلمة حق أريد بها باطل، يعني في ظاهرها أنها كرست الحريات الأساسية وأعطت هامش إلى المعارضة. ويعني زادت مصطلحات الوزير الأول يعني نوعا ما. لكن في الحقيقة أضرت كثيرا بهذا الشكل أستاذ صالح. يعني التكرار التعديل الدستوري في كل مرة، هذا يعني أوتوماتيكيا أننا فشلنا في تحقيق الغاية. لما في كل مرة نلجأ إلى تعديل الدستور معناها لم نصل بعد إلى المبتغى أو إلى الهدف المنشود. سؤالي هنا، لماذا يتكرر هذا الفشل في كل مرة بقدر إصرارنا على إعادة التجربة في كل مرة؟ لقد تكلمنا سلفا وقلنا أننا لا بد الآن نحصي الأخطاء التي ارتكبها المشرع والخلل الموجود في هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية
كذلك في عدم وجود صلاحيات لرئيس الحكومة في تعيين الوزراء وفي التنظيم، عدم استقلالية القضاء، في الحريات موجودة هذه الأمور في هذا الدستور. نحن نطلب أن يكون دستور طويل المدى، لا نعود في كل مرة إلى التعديلات، والتعديلات لابد كما قلنا أن تمس الأمور التي طالب بها الحراك، لأن سبب الآن تعديل هذا الدستور هو مطالب الحراك، فلا بد أن نراعيها وأن نعدل ما يتوافق مع مطالب الحراك، وأن نجد لأنفسنا دستورا تستقر فيه البلاد وتعمل كما قلت الأجيال القادمة على هذا الأساس وعلى هذه الترسانة من القوانين التي يشرعها المشرع. طيب دكتور علي رب، عندك إضافة هنا ولا أنا؟ يعني تقريبا كل التعديلات كما كنا نتحدث قبل قليل، كل التعديلات التي حدثت في الجزائر جاءت إن كنت تتفق معي تحت عنوان واحد بارز واضح وبراق أيضا، هو الإصلاح السياسي. في نفس الوقت كل التعديلات فشلت في تحديد صلاحيات وواجبات جميع مستويات السلطة والحكم، وهذه ربما هي ظاهرة يعني تقريبا عربية وليس جزائرية فقط. لماذا يحدث هذا الأمر فقط في الأنظمة العربية وليس في كل الأنظمة العالمية؟ والجواب سيكون بسيط، لأنه كيف؟ لا توجد إرادة سياسية للتغيير، بل يوجد إرادة سياسية للاستمرار، وهي تضطر في بعض الأحيان لتقديم بعض التنازلات شبه مكياج، والتي تعطي إشارة أننا نتجاوب مع ما تطلبات الشارع والمرحلة، وكأننا نعطي إشارة كذلك على أساس أننا نستمع، فتأتي المدخلات بصيغة وتكون المخرجات بصيغة أخرى. وهنا وش يحافظ النظام السياسي على استمراريته وبقائه، ويبقى معه الاختلالات العميقة. وأكبر شعار غاب في كل هذه المراحل هي الحوكمة، النظام الذي يقوم على ما سمت نمط الحوكمة الجديد، ما فيش. لهذا هذا الرئيس الآن أو هذه المرحلة الآن تتطلب منا تعديل دستور على الورق، ولكن نريد تعديل دستور على من خلال الممارسات. يا جماعة، المواطن بعد 22 فبراير إذا لم يلمس تغيير على أرض الواقع ما راحش يزيد يصدق. علاش؟ لأنه مارس وقد تعود على هذه الإصلاحات وعلى هذه الممارسات. شوف، أنا سمعت اليوم بروفيسور العياضي في الإذاعة يتكلم على أسباب سقوط بن علي. من أسباب سقوط بن علي هو أنه كرس لمبدأ إعلامي يشتر الكذب، بدليل أنه التحقيق مع الشرطية التي صفعت البعزيزي ثبتت المحاكمة على أنها لم تصفع البعزيزي، وأن هذه الشرطية سحبت فقط اللي هو الميزان تاعه فقط. العدالة كانت معها فعلا الحكم صحيح، لكن وسائل الإعلام اللي نقلت الخبر كانت دائما تكذب افتراءات وتفتري، لما قالت الحقيقة للشعب الشعب ما صدقهاش، لأنه لما تكذب طول مدة مثل الراعي الراعي والقصة صحيح تاع هذاك اللي هو جديب معروفين ولاني جدي بصح ما نطلع لي حتى واحد. هنا ما ناش حابين نطيحوا ونكروا في نفس السيناريو. الى هذا اعتقد اليوم لما نمشوا على ارض الواقع ويبدا المواطن ويبدو ان المعارضه والشخصيات اللي كانت في الحراك الان بدات تتلمس خيوط الصدق في هذا المسار الجديد الذي نريد ان ينخرط فيه الجميع، بدليل الالاف المليارات التي صرفت على ارض الواقع السعيد في المرحله العشرين سنه. صرف حتى لا يعني نقول الحقيقة، صرفت الملايير ولا ما صرفتش؟ صرفت الملايير، وكان فيه نهب، كان فيه نهب، لكن لو كان فيه أثر على أرض الواقع المواطن لمس هذا الشيء ما يخرجش 22 فبراير أكيد، لأنه صرفت ملايير ولكن كان النهب والسرقة أكبر من الصرف. لهذا المواطن الآن راه وصل في مرحلة أصبح يوازن بين القول وبين الفعل. طيب ما لم يتماشى القول مع الفعل أن نقول لك المواطن الجزائري لن يصدق. طيب دكتور، أنت تحدثت على نقطة مهمة، قلت لي طرحت عليك سؤال أجبتني، قلت لي باختصار شديد الأمر كله يعود لعامل واحد، نعم غياب الإرادة السياسية. طيب غياب الإرادة السياسية هذا الذي ميز تقريبا كل المراحل التي مررنا بها، هل كان ليحدث
لولا أن هناك يعني التواطؤ ما بين صاحب القرار والنخب السياسية في ال اولا خلونا نعرفوا هذه النخب السياسيه نعم. عن من هي هذه النخب السياسيه؟ احزاب سياسيه المعارضه سياسية. والموالاه والى اخره. هي سعيد معروف يعني النخب، لما نتكلم عن النخب نقول النخب السياسيه او الانتليجنسيه اللي هي النخب الثقافيه. النخب الثقافيه غائبه تماما لو واذا نعم. كانت غائبه هل تم تغييبها ام غيبت؟ سعيد ما دخلناش في هذه المتاهات نعم. عن النخب والمسؤول وموضوع نعم. النخب، لكن خلينا نتكلم عن الاحزاب السياسيه. أنا قلت لك في الحصة الماضية لا يجب أننا نظلم كل هذه الأحزاب السياسية. نعم. هنالك أحزاب سياسية أرادت أن تغير، انخرطت في مساعي المعارضة. لما نتكلموا على أرضية مزفران أنا شخصيا تكلمت عليها كانت بادرة خير ومبادرة إيجابية، ثمناها وقلنا على الأقل المعارضة في وجه النظام السياسي استطاعت أن تتكتل. وهل وصلت إلى نتيجة؟ لم توفق حتى المعارضة. لماذا؟ لأن المعارضة في حد ذاتها تعاني من اختلالات، اختلالات السلطوية، اختلالات الزعامة، الخطاب ونتكلمت نعم. بعض رؤساء الأحزاب يكون حزب، أعطوني زعيم، ما يعطوه الزعيم اسمح لي، ما تعطوني الزعيم نروح ندير حزب واحد آخر وندير حزب ثاني. عندنا مشكلة في الطبقة السياسية هذه. الآن ننخرط نحن كنخب سياسية أو كنخب أكاديمية أو كنخب ثقافية، نتقاسم كلنا الجزء من المسؤولية. لماذا؟ لأنه قالوا واش فرعناك يا فرعون؟ قالوا ما لقيتش موسى. لهذا اليوم الطبقة السياسية هذه إذا تستمر، خاصة الطبقة أو النخب الأكاديمية نعم. التي في جزء منها عندها هذاك الفكر الطوباوي المثالي، يقول لك أنا ما نجي قناة، ما نجي نكتب، ما نحارق، لأنه هذا موش مستوى. هذا شوفوا النتيجة وين وصلنا، لأنه صحيح. لما تترك الفراغ، الطبيعة تأبى الفراغ. طيب الفارغ. طيب دكتورة عابر، يعني في حالة الديمقراطيات الناشئة، والجزائر طبعا تنتمي إلى هذا المحور، محور الديمقراطيات الناشئة، أي نوع من الدساتير يمكن أن يؤدي الغرض ويكون أصلح، دستور جامد أو مرن؟ المشكلة في الجزائر ليست مشكلة الوثيقة. قلنا أن دستور 89 كان دستور جيد، دستور نعم. 96 كان دستور جيد، لكن المعاملة والتخلي، لأنه لما نقول أنه في فترة ما هناك قوى غير دستورية هي التي تسير البلاد، وش معناها؟ معناها أن خلينا الدستور اللي هو أسمى القوانين نعم. وكل القوانين التي تعتمد على هذه الوثيقة جانبا، وتحولنا إلى آلية أخرى هي آلية غير شرعية، ما دام هناك اتفاق على أنه قوى موازية، قوى غير دستورية ما نصش عليها الدستور وما عطاهاش صلاحيات، هي التي تتولى قيادة البلاد، هي التي تنصب، هي التي تتولى تسيير مؤسسات الدولة. بمعنى هنا المشكل ليس في الوثيقة في حد ذاتها، الوثائق هي وثائق مثالية مبدئيا بغض النظر عن سلسلة التعديلات الأخيرة، إلا أن التخلي تماما، التحايل في الكثير من الأحيان على هذه الوثائق أو على الإجراءات التابعة التي تحدد كيفية عمل هذه السلطات، هو الذي مثل العائق الأساسي، خاصة فيما تعلق بالآليات الرقابية نعم. لما نشوف آليات رقابية ما كانش ردع، ما كانش فوقية القانون أو هيبة القانون، يعني يولي التشجيع على الفساد الإداري والتشريعي والفساد يعني في كل مستوياته هو الأصل. وهنا هذا الذي حدث والذي أحدث لنا هذا المناخ هو تغول هذه السلطة التنفيذية الشرعية. على السلطة الأخرى يعني بما فيها ولكن فقط يا أستاذ نعم. بركة حبيت بركة نوضح فكرة فضلي. لما نقول تغول السلطة التنفيذية على باقي السلطات إيه؟ للنظام الرئاسي من المفروض أنه يتمتع بمركز قوي وفي كل الدساتير، يعني حتى ماشي حتى في الجزائر النظام الرئاسي يمنح لرئيس الجمهورية نتيجة لانتخابه مباشرة من قبل الشعب، نتيجة لمجموعة الآليات القانونية والسياسية التي يتمتع بها الرئيس. الرئيس له صلاحيات واسعة سواء في مجال الدفاع أو المجال السياسي أو مجال التشريع، لكن المشكلة لا يغيب القانون لكن ولا يشجع الفساد ولا يعدل الدستور يفتح الصلاحيات الفترات
الانتخابي ونظام هذا وشبه رئاسي موش وهذا موش رئاسي وشبه رئاسي يا دكتورة أنا في اعتقادي الشخصي ونحن نتحدث عن وثيقة بحجم وقدسية الدستور ينبغي أن نحيد فترة 20 سنة الماضية لأنها لا تمثل مرجعية أو نقطة من نقاط الارتكاز. يعني 20 سنة من الحكم نسموها كل حاجة إلا الحكم، يعني غيبت فيها القوانين، غيبت فيها قدسية الدستور، غيب فيها كل شيء يحتكم إلى المنطق والعقل. بالفعل، لكن نظريا لما نقول نظام رئاسي بمعنى يتمتع الرئيس بسلطات واسعة. نعم. للآن لما مثلا نأخذ نموذج الولايات المتحدة الأمريكية، ما عناش منصب تاع نائب رئيس، ما عناش منصب تاع رئيس حكومة أو منصب وزير أول، لكن هناك فصل واضح بين السلطات. السلطة صحيح. التشريعية تملك من الصلاحيات أن تجمع قوة وتراقب عمل السلطة التنفيذية، لكن ما حصل في الجزائر خاصة في هذه الفترة أن السلطة التنفيذية انتقلت إلى ممارسة بعيدة تماما عن الممارسات فوق القانون. نعم سرسار عندك نفس لكن السؤال الذي نطرحه الآن، ما الذي يعطينا الضمانات على لا تكون الممارسات في المستقبل مثل ما كانت عليه سابقا، ونحن نعلم بأن هناك ترسانة بين القوانين؟ حينما نعود إلى هذا الدستور الحالي نجد يتكلم عن الحريات الفردية والجماعية، نجده يتكلم على صلاحية رئيس الحكومة، على سؤال تقريبا بدأنا به ولكن لم نعطيه حقه من الإجابة. هذا هو الجوهر. نعم كما تفضل الدكتور، أولا إرادة سياسية، ثانيا مفاهيم الديمقراطية في الديمقراطيات الناشئة ما زالت بعيدة أو غير مألوفة بالنسبة للمجتمعات العربية. لما نتكلم على الممارسة الديمقراطية بمعنى التداول على السلطة وتوزيع العادل للثروة، هذه المفاهيم ما زالت دخيلة على المجتمعات العربية، لذلك حتى الغرب ينظر إلى هذه المجتمعات بنظرة دونية، لأن هذه المجتمعات لا السلطة أو القائمون أو القائمون على السلطة لا يسعون، أو أصبحت السلطة هي الغاية والنهاية من الممارسة السياسية. نعم. وهم لا يسعون إلى التأسيس لدولة قانون تضمن استمرار مؤسسات الدولة وتسيير أجهزة الدولة بقدر ما يبحثون عن امتلاك هذه الأجهزة. نعم. كما شفنا في آليات امتلاك هذه آليات السلطة، الامتلاك وليس التداول والمشاركة على السلطة. دكتور اسمح لي فقط أنا لحظة. كيف يمكن أن نغير العقليات وبأي طريقة، وأين يكمن الخلل عندنا عند عقليتنا في تغيير الممارسات؟ لذلك طرحنا السؤال في البداية، يعني كان تقريبا عنوان هذه الحلقة، قلنا الجزائر الجديدة بين التعديل الدستوري والتغيير الذهنيات، لأنه مهم جدا تغيير الذهنيات. البنية السياسية الاجتماعية، لأنه أساسا المعاملة السياسية هي معاملة اجتماعية بالأساس. نعم. لما نشوف أحزاب سياسية هي من صنع السلطة، هي جزء من السلطة، هي رافد من روافد السلطة، وهي تبتعد عن أي مشروع ثقافي أو اجتماعي. كيفاش نعملوا هذه الفجوة؟ كيف يمكن سد هذه الفجوة؟ إذن نصل إلى نقطة، اسمح لي تفضل. نصل إلى نقطة، هل السياسي عندنا مثقف؟ جيبيني دكتورة، هل السياسي مثقف؟ هذا ما أنا ربما رحنا الأبعد من هذا، يعني ربما هذا نقاش آخر راح يجرنا إلى نقاش آخر. أخلاقيات العمل السياسي كلها صح، أخلاق الحياة رئيس على رئيس الجمهورية. شوف احنا الآن إلى غاية هذه اللحظة نبحث، وكلنا نبحث لماذا وصلنا إلى هذه المرحلة. نعم. سؤال لماذا؟ صحيح، كلنا أجبنا على هذا السؤال، وكلنا كنا متفقين على أنها الممارسات خاطئة تماما. طيب السؤال الثاني الذي يجب أن خاطئة أدت إلى انهيار النظام السياسي، يعني وصلنا إلى مرحلة الانهيار تام، انهيار الدولة، يعني انهيار تام. لماذا؟ لمؤسسات الدولة، لآلية عمل المؤسسات، وهذا أكبر خطر. لما نقع في الفراغ الدستوري والفراغ المؤسسات
لذلك نأمل أن القائمين على رسم هذه الوثيقة تحصين هذه الوثيقة من الفراغ السياسي. سمحني بركة أستاذ خليتكم نعم. نظن أن انهيار النظام السياسي نتيجة لي انهيار البنية الهيكلية للنظام المؤسسات وكذلك القصور الوظيفي لهذه الأجهزة، مع لأنه حتى يكون النظام السياسي قوي يجب أن يتكيف مع وظائفه السياسية والاجتماعية. لما وصل النظام السياسي إلى نقطة عدم التكيف، عدم مسايرة المجتمع، تحولنا إلى مرحلة أولى من الانهيار. ثانيا استقلال هذه المؤسسات. نعم. استاذ كمل نقطتين استاذ على عجاله لانه راح يحل الفصل. ثالثا التعقيد في البنيه السياسيه، يعني ممكن حاله قصور جهاز من الاجهزه. استاذ معليش خلينا نكملوا بعد الفصل. مشاهدينا الكرام نذهب الى فصل ثم نعود لنواصل النقاش.